السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية لازم نذكر رب العالمين بجميع الأحوال. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قصتنا اليوم من مصر ومن ريف مصر. كان في شيخ بعيش بريف مصر اسمه عرفان في أحد البلاد الريفية بمصر، وكان الشيخ عرفان بيشتهر بطيبة أخلاقه وبطيبة قلبه وورعه وأخلاقه المعهودة بين الجميع، وكان الناس بتقصده بأي مشاكل بتقابلهم بحياتهم. فكان الشيخ عرفان بيعالج الناس بالقرآن الكريم والرقية الشرعية في حالات المس بالجان والحسد. كانت أسرة الشيخ عرفان مكونة من فردين، الزوجة والولد الوحيد، وكانوا جميعا معروفين بأخلاقهم الطيبة والسلوك والسيرة الحسنة. وبيوم من الأيام كان شاب من شباب هالقرية اسمه حسين عم يصرخ بمنزله بطريقة هستيرية، وكان هايج وبصرخ صراخ عالي بطريقة غريبة لحتى فقد الوعي بحمام البيت. ما حدا بعرف شو اللي صار لحسين يا ترى، وشو شاف بداخل الحمام حتى صار هالموضوع. اجا اخو حسين الكبير، اخذوا على بركة القرية طبعا اللي هو الشيخ عرفان بسرعة عشان يرقيه ويطلع منه الجان اللي ام حسين قالت عنه انه تلبسوا جان. حسين شاب قوي عمره 20 سنة، واللي يبدو عليه انه سقط بالحمام وهو عم بيستحم. استقبلتهم زوجة الشيخ عرفان بالترحيب الشديد وطمأنت اخوه، وهي تقول لا تخاف، راح اخوك يشفى على ايد الشيخ عرفان واعوانه من الطيبين بعون الله. لا تقلق، بس قل لي شو اللي صار لاخوك. قال لها انه صار يصرخ بهياج شديد بالحمام وما حدا عرف شو اللي صار، ولما كسرنا عليه الباب لقينا نايم على الأرض وفي سائل أسود عم بيحيط بيه من جميع الجهات، وكأنها بودرة سوداء مثل الفلفل الأسود على جسمه وعلى الأرض حواليه وبأرضية الحمام. زوجة الشيخ عرفان لما سمعت هيك دخلت على زوجها الشيخ عرفان، قلت له وقلت له على اللي قال لها أخوه لحسين. اعتدل الشيخ عرفان بجلسته وقال بوقار: فوتيهم بالحال. دخل أخوه لحسين وهو حامل أخوه اللي فاقد الوعي على كتفه، وهون لاحظ إشي هام. هالإشي هذا هو رايح على غرفة الشيخ عرفان في ممر لازم يمر فيه عشان يصل على غرفة الشيخ عرفان، بس هو مار لمح في غرفة على شماله الحائط تبعها بيسيل عليها الدم، وفي على سريرها أشياء ملفوفة بأغطية بيضاء يعني ملطخة ومغبرة وعليها طين وكأنها أكفان. ما اهتم كثير وأكمل طريقه للداخل حتى وصل على غرفة الشيخ عرفان اللي مليانة ريحة بخورة، وجلسوا على الأرض. وقام الشيخ ووضع إيده على رأس حسين وصار يهمهم بكلام غير مفهوم، مش قرآن بس بصوت منخفض ما حدا بيسمعه. بعدين جاب سائل أصفر ووضعه بفم حسين، بعدها نظر أخو حسين وقال بصوت نظر لأخو حسين وقال له بصوت وقور:
سيكون أخوك بخير، لا تخاف يا ابني. هون أخوه الحسين يعني صار ينظر بقلق على فم أخوه، وقال للشيخ عرفان، يعني هو يسأله شو حطيت بثم أخوي يا مولانا. هون غضب الشيخ عرفان وقال له بغضب، لا تسأل عن شيء ما دمت بحضرة الشيخ عرفان يا ابني، وهذا أفضل لك يعني أحسن لك. كانت عيونه جاحظة من شدة الغضب. خرج أخو حسين وهو شايل أخوه وهو خايف ويشعر بالخوف والفزع، وراح على البيت. وبنفس الليلة راح أخو حسين على غرفة أخوه المريض عشان يطمن عليه. لما فتح الباب شاف إشي ما بصدقه العقل، شاف أخوه عم بطير على السقف بمنتصف الغرفة، بس يعني كان نايم وهو ما بشعر بإشي. وبنفس اللحظة وقع حسين على الأرض وجسده عم يرتعش وهو يردد كلكم أموات كلكم أموات، صوت مزدوج غليظ يعني مش صوت حسين. بتقول أم حسين إنه ابني الكبير لما شاف أخوه بهالحالة راح يركض على الشيخ عرفان. بعديها فترة بسيطة حسين كسر الباب وطلع من الباب وهو يصيح راح أقتلكم جميعا راح أقتلكم جميعا، وطلع يركض وراء أخوه. الأولاد ما رجعوش والأم خايفة على أولادها، بتقول أنا خفت على أولادي بس ما توقعت أني يصير معهم إشي، قلت خليني أنطر للصبح. فلما طلع الصبح وما رجعوش الأولاد، راحت على أهل القرية تفزعهم وتقول لهم على أنه أولادها ما رجعوش. فقالوا لها وين راحوا؟ قالت لهم راحوا على بيت الشيخ عرفان. فلما راحت وهي أهل القرية على بيت الشيخ عرفان لاقوا شيء ما بتصوروش العقل، لاقوا شيء مرعب ومخيف. لاقوا الشيخ عرفان جثته متفحمة وثمه مفتوح كأنه شايف الشيطان بعينه، ومرته مكسومة نصين، وابنه جثته مدقوقة بمسامير غريبة الشكل وعليها نجم سداسية، وأخو حسين الكبير جثته متوزعة بجميع البيت، وحسين ما حدا عرف وين طريقه ليومنا. السلام عليكم.